اسمي هنا أيمن جودة، عندي 14 سنة، بلعب تنس طاولة في نادي الأهلي، وبدأت من وأنا عندي 4 سنين. أول بطولة لعبتها في مصر كانت عندي تقريبا 5 سنين، كنت لسه بادئة بقالي سنة، وقالوا هندخلها بطولة ومش عارف ايه، كنت صغيرة قوي لسه معرفش حاجة، وكل بقى كان مستني ان انا اكسب ازاي. كان عندي بطولة في سلوفينيا من شهر وشوية وشهرين، دي بطولة الصغيرين، مش يعني هو 15 و19، بتبقى في يومين بنلعب مثلا 15 ماتش. لعبت مثلا اليوم الاول 7 ماتشات، ويوم التاني بقى قعدت اكمل، بعدين جيت الفاينل، ده كان صعب قوي بتاع 15، بس الحمد لله 6-1. الماتش بقى الفاينل التاني هو بقى اللي كان يعني مش عارفه انا، يعني دي من عند ربنا ان انا كسبت الماتش. بصراحه اصعب لحظه عدت يعني في حياتي كانت بعد لما خسرت بطولة افريقيا، دي كانت بصراحة يعني حاجة يعني صعبة جدا بالنسبة لي، عشان أنا البطولة كانت قدامي، كنت كسبانة 3-1 وكنت فارقة، يعني كانت بصراحة خسارتها صعبة قوي نفسيا ليا. بس اللي هم عملوه ايه، ان هم ما فضلوش يفكروني انت خسرتي انت خسرتي، سابوني ارتاح نفسيا وافكر انا في نفسي. بعدين بعدها بكام يوم بقى كله قعد معايا وبقى وفكرنا هنعمل ايه عشان يعني ما يحصلش الموضوع ده تاني. لحظة كانت يعني جامدة جدا بعد ماتش دينا اللي هو السيمي فاينل بتاع كاس افريقيا اللي هو كان من اسبوع، اللي هو بعد الماتش ده اللي هو يعني الماتش كان اصله قريب قوي، ودينا لعيبة جامدة قوي، كل الصالة كانت قاعدة بتشجع احنا الاثنين، وكل المدربين قاعدين متوترين ليه، ما قاعدين بيتفرجوا على، يعني هو مش فارق معاهم مين يكسب، بس ماتش بصراحه بعد الماتش ده حتى كان لسه فاضل لي الفاينل، بس اللي هو استريحت نفسيا من غير مامتي وبابايا وكده، مستحيله بقى في اي حته في العيني. يعني مامتي على طول كانت بتسافر معايا، وهي وبابايا يعني هو التوب، مامي بتساعدني ومانجمنت بتاعت السوشيال ميديا وكده عشان ما تلهيش انا فيها. مش بروح المدرسه، انا بشتغل اونلاين الطبيعي، فاللي هو عشان لو رحت المدرسه هبقى بروح المدرسه فتره الصبح، مش هيبقى عندي وقت غير ان انا اتمرن تمرين واحده بالليل، ودي مش تبقى كفايه ان انا يعني احقق الحاجات. فاللي انا بعمله ان انا مثلا اصحى بدري كاني رايحه مدرسه، واقعد اذاكر الحبه اللي قبل التمرين واتمرن، اريح شويه اذاكر تاني. تصنيفي تحت 15 و17 سنة في العالم، دلوقتي رقم 1 على العالم، وفي 19 رقم 3 على العالم. مش عايزة احط too much expectations ان انا ابقى عايزة ابقى رقم 1 على العالم بكرة، عشان ده مش possible يعني. فانا عايزة امشي واحدة واحدة، اللي هو اشوف ده هياخدني ايه، ويعني ابقى اتمرن كويس عشان ابقى يعني worthy. تكريمات كلها يعني مهمة، بس من أكتر الحاجات اللي انبسطت فيها إن أنا كنت أبقى سفيرة لليونيسف، دي يعني حاجة أنا عارفاها من وأنا صغيرة، فاللي هو أول لما اختاروا يعني إن أنا أبقى سفيرة لشباب بلد يعني انبسطت أوي ساعتها. بسم الله ما شاء الله، أهو ده الأنموذج، ده النموذج إزاي تعمل بطل. هنا جودة دي يعني نموذج، وشايفين الاعتناء الفردي ان انا باخد موهبه فرديه المدرب بتاعها اهلها طريقه تعليمها هي دي البوتقه، هي دي المجال اللي لازم تحطها فيه، اللي هو حياتها في البطوله، حياتها في موهبتها، حياتها في انجازها. فيبقى عندك بنت ذهبية، بنت محترمة، بنت عندها حافز، عندها حلم، عندها هو ده. ويا ريت لو يعني هقول لكم حاجة غريبة جدا، لو البلد كلها تبقى ورا بطل واحد كفاية قوي، بس المهم عندك حد يجيب لك حاجة ويعمل لك حاجة، بدل ما انت ممكن تبقى يعني ايه قاعد بس ده وده وده. لا، البطولة مش لازم يبقى عندك كل الناس أبطال في كل الحاجات، وعلى فكرة هي دول، يعني جنوب شرق آسيا ليهم تقدم في حاجة، بس ما تلاقيهمش مثلا في ألعاب القوة،
طلع الامريكان في العاب القوى اكتر، الروس عندهم حاجه اكتر، الناس اللي في رفع الاثقال اكتر، على فكره احنا في رفع الاثقال هايلين وعملنا انجازات عظيمه. فكل دول بتتخصص في حاجه، بس هو ده الطريق. ان انت وده بقى هنا ادعو رجال الاعمال والسبونسرز ان انا اقف وراهنا جوده. هي عايزه ايه؟ معسكر نسفرها، مدربين احسن نجيب لها، خبراء لياقه بدنيه نعمل لها، يبقى وراها وعندنا شركات وبنوك واسماء محترمه اللي هي تحب يبقى اسمها مربوط وريليتد، يعني له علاقه بالموضوع ده. شيء بشيء يذكر، وناخد بالنا برضو من انا جوده عشان ما تروحش مننا كده ولا كده في اي وقت، ده يعني ملاحظه بس بسيطه.